للتحضير نتاع المرقه الحلوه ناخذ طنجره نحطها فوق النار، ناخذ زيت زيتونه هذا باش نقليو فيه اللحم مع البصل. مقدار 3 مغارف كيكه زيت زيتونه باش نحطو لهم البصل مخصوص جويت، مع البصل مخصوص جويت نحطو القرفه، نحطو زوز حتى كشي 3 عواد قرنفل بلاش نكثرو، باش نستناو حتى لين البصل كيما قاعدين تشوفوا هنا بدا يذبل. كي باش يطيح البصل باش نحطوا اللحم العلوش، ها نخليهم مع بعضهم باش نفرحوا بشويه فلفل اكحل، والا كيما عندي انا 5 كوافر وملح. اللحم العلوش اللحم العلوش خليه يتقلى حتى لين ياخذ اللون، نحبوا يعطينا لون يسمار بلغتنا احنا قبل ما نتعداو نمرخو. كيما قلت شويه ملح، حطينا الملح باش نكملوا. هنا عندي 5 كوافر 500 متاع فلفل، انتوما في الدار تنجموا تحطوا فلفل اكحل، ولكن عندكم فلفل ابيض تحطوهم مع فلفل اكحل تحطوهم زوز. كيما قلت اللحم باش يقعد يتقلى حتى لين ياخذ اللون ويسمار، كيف كيف زاد التقليه نتاع العواد القرنفل والقرفه كي نحطوهم من الاول كيما حطيتهم انا توا باش يسيبوا النكهه نتاعهم وبرشا مطعم. من بعديك تويست الصوص، حبيناها اليوم تكون سبيسيال العاصمه، سبيسيال تونس العاصمه وضواحيها. حبينا نقترح عليكم المرقه الحلوه كيف كيف زاد كما قلت لكم في الديسير نعمل المعصم بالكريم. به هذوما عنا لهنا العوينة الشايحة، عنا القسطل، وعنا المشمش الشايح. بالنسبة للقسطل حطيناه في الماء البارد خليناه يشرب هكا الماء يتنفخ بلغتنا احنا، تزيدوهم بعديك في اخر ترتيب هو والمشمش الشايح والعوينة الشايحة، ما نحطهمش من الاول خاطر باش يمشوا في الصوص، نحطهم في الاخر باش يقعدوا حيين شوية حتى من بعديك في التقديم ولا في الدريساج المنظر يبدا حلو. باهي لهنا توا نسينا حتى شيء نتعداو نمرقوا. نبدا نمرق حتى لين الحمل على الوش يطيب، ها ومن بعد باش نزيد العسل في الاخر. باهي هذا بالنسبه للمرقه الحلو. كملنا حضرنا المرقه الحلو مرقناها باش نغطيه، نغطيوها كي شويه نخليوها تنفس شويه نغطيو ونخليها تيب. التغطيه لهنا باش نربحوا وقت وباش الباخ يرجع على الماكله يعاود يبنن ويزيد النكهه في الماكله. باش نقعدوا كيما قلت نعاود نذكر نقعدوا نمرقوا فيها حتى يطيب لنا اللحم قبل ما نزيدوا المشمش الشايح والعوينة الشايحه والقسط نزيدهم قبل بخمسه حتى شي 10 دقائق من تهبيط الطنجره فوق النار. بعد ما خلينا اللحم العلوش يغلي وقعدنا نزيد له في الماء حتى قريب يطيب لهنا نزل له كيكه درجين يحضر، باش نحط القسط اللي حطيناه يتنفخ. مع القسط باش نحط مشمش شايح، نزيد نحط العوينة الشايحة ومع هذوما كل باش نحطوا شوية زعفران نخليه درجين يعطينا كسفوري اللي محلاها ويعطينا يزيد يخوي في النكهة. بالنسبة للمرقة الحلوة خلطة هذا كل مع بعض بعد ما زدنا المرقة الحلوة هكا العوينة الشايحة وزدناها المشمش الشايح وزدناها القسط اللي كيما قلت لكم نفخوه قبل ما نحطوه وزدنا الزعفران باش نخليه كيما قلت لكم أكثر حاجة درجين أخرين الوقت الكافي باش يكمل يطيب فيه القسط. ومن بعد باش نزيد شوية عسل قبل دقيقتين هكاكا من تهبيط الطنجرة وباش نتعداو للتقديم تاع المرقة الحلوة. لهنا المرقة الحلوة باش نزيدها شوية عسل
شوية عسل نخلطوها كي شوية دقيقتين ما أكثرش من دقيقتين لهنا باش نتعداو للتقديم نتاع المرقة الحلوة وكيف نكون قدمنا لكم اليوم جوج أطباق اللي هما المرقة الحلوة والمعاصم بالكريمة وبالزوز. باش نكملوا توا مع بعضنا مع التقديم وإلا الدريساج نتاع المرقة الحلوة. باش نبداو باللحم ديما في التقديم ماذا بينا يعني نبداو بالحاجة الأساسية مثلا الطبق اسمه مقرونة معناها نبداو بالدريساج تاع المقرونة بعديك اللحم أما لهنا في المرقة الحلوة باش نبداو ديما باللحم في التقديم. هذه الحاجة الأساسية اللي تسمى عليها الطبق ولا حاجة هي نبداو ندرسيو فيها من الأول باهي نحط اللحم هكا بعد باش ناخذ المشماش والعوينة هكا ناخذ كعبية القسطل نحطهم هكا بعد هذا كل نحطوا له عند هنا عود القرنفل باش نعقول هنا وهذا كل باش نحطه فوقه القرفة طبعا خدنا كيف باش ناخذ شوية من المرقة نزيد ناخذ شوية مرقة هكايا هذا بالنسبة للتقديم تاع المرقة الحلوة